ضيف ثقافي مشاهدينا الكرام لنهار اليوم هو الفنان القبائلي فيصل حاجي. قبل أن نرحب به نستمتع بهذه المقاطع. الخلاوة النجلة لاحقي وتسامحة ميت عزيزتي ضربة غضوية تيبوي ايه ورس بالغرا افقا يرغيق دي زمان زمنا ساقض ويضا يوغق صراي الوالدي اقحنين ولي واتدي اقدم لكتي يمي يبدا انت غراتي نحط غاز الصورة وتزوي فعززت سندا مشاهدينا الكرام، اذا نرحب بضيفة ثقافية لنهار اليوم الفنان القبائلي فيصل حاجي. مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة. الزول في الاول، مساء الخير عليكم. صافي ان كرون بليزير كي راني معكم، شكرا على هذه الدعوة. عفوا، نعم شكرا لك. اذا استمعنا الان الى مقطع من اغنية وهو جديد الاخير، قولوا لي هكذا. قولوا لي قولوا لي. نعم. سي شونسون شانسون دو فات كي لقات استقبال من عند الببليك الحمد لله، باسكو بعد غياب 6 سنين سوغ المارشي، بصح كي خرجت الديرني البوم الصيف اللي فات لقى الاستقبال، ما نساونيش الببليك ديالك. الحمد لله الحمد لله، خاصة الأغنية القبائلية. كما تعلم فيصل أن الأغنية القبائلية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية. نعم بشكل لافت كما قلت. بداية، لماذا اخترت بالضبط هذه الأغنية، هذا النوع من الفن، وكيف ترى وقع الأغنية القبائلية في الجزائر؟ يعني كيفاش اخترت النغمة القبائلية؟ نعم النغمة القبائلية باسكو أنا ديجا فلاكسو كي نهضر البال باللي قبايلي صافي. سي يعني ملي كنا صغار نهضروا بالقبايليه، تعلمنا بالقبايليه صافي، كي نخمو بالقبايليه صافي. سي بور سا اللي يعني كان هذا هو الشيء الاول اللي خلاك تتجه لهذا النوع من ال اكزاكتومون. كي نكتب بالقبايليه صافي، اوبليجي نغني بالقبايليه. نعم. اهم الملحنين ولا اهم الفنانين القبائليين اللي يحب يتعامل معاهم فيصل حاجي ولا موالف تعامل معاهم؟ وي تعاملت في الفيديو بالاصوات النسائيه كما سهام ستيتي سيلينا، داروا لي ديو في لي البوم اللي خرجوا من قبل، والفنان اللي توجور واقف معايا يعطيني لي كونساي، يعطيني قبل ما نسجل الالبوم يقول لي دير هذه ما ديرش هذه، دير خيا لا ميوزيك اللي هي الفنانه القبائليه مسا بوشافه، يعني نحيوها بهذه المناسبه. نعم نحيوها وراجلها ثاني، يعني توجور واقفين معايا الحمد لله. هما سند يعني لك في مجمع اختياراتك. كنت قبل ما نعرفها، قبل ما نتعامل معها، كنت نحب نسمعها برك، نسمعها ونروح للسبيكتاكل ديالها، والحمد لله نهار اللي تلاقينا الما انكوراجي صافي بليزير. اكيد يعني استفدت منها الكثير ومن خبره ايضا الحمد لله. نعم، التراث الغنائي القبائلي احتوى، نعرف انه احتوى على اغاني عريقه منذ بدايتها، وما هل ما هو الفرق بين الاغنيه القبائليه القديمه ولا نسمعها الان؟ اكيد هناك فرق، فيما يتجلى هذا الفرق؟ يتجلى في يعني الفرق كل وقت وقته كما يقولوا. بكري كانوا الروح هو بقى هو مي دوكا الفرق بيناتهم في لو سون في لي انسترومون موزيكال، كلش خفيف بارابور كلاسيك. يعني بكري كانت تميل الى الكلاسيك بوكو بلوس، ودوكا سي ريتمي سريعه، اغاني سريعه جدا حفظة. وثاني في الكلام، ثاني في بكري يعمقوا في الكلام، تلقى مم في الشرقي ولا في العاصمي، الاغنيه العاصميه نتاع بكري تلقى كلام عميق. يعني من المواضيع اللي تكون في هذيك الاغنيه تختلف ايضا؟ تختلف عبر الزمن. بكري كان عندهم بروبليم نتاع الغربه، مي دوكا حاجه واحده اخرى. فوالا شاك، كل ما يكون يعني كيما حنا نقولوا كل وقت وقت. بكري بوكو بلوس في القبائليه واش يغنوا النساء كيفاش يغنوا راجلها راح لفرنسا وخلاها، سي لا ميم شوز. دوكا لحق الوقت
راه خدعها في الفيسبوك، راه في التليفون، شفتي؟ نعم، كل وقت وقت ونعم. الجزائر نعرف انه الجزائر فيصل تحتضن سنويا العديد من المهرجانات، على غرار مهرجان تيمكاد، مهرجان جميله. كيفاش تشوف يعني وجود الاغنيه القبائليه في مثل هكذا مهرجانات؟ وي الحمد لله، يعني الاغنيه القبائليه ولا حاضره، ولا بوكو بلوس نسمعوا غير الاغنيه الراي هي اللي بوكو بلوس شائعه في مثل هذه المهرجانات؟ في المهرجانات شاك ليله عندهم ان بروغرام، عندهم في الكابيل في الراي، يجيبوا ثاني في الشرق كاع الطبوع الجزائريه حاضره. مي بصح هذا لو بيبليك بوتيتر يتعمروا لي سال دو سبيكتاكل كي تكون الاغنيه راياويه شبابيه. هذا ما كان بوتيتر شكون يقدر يروح يشوف الاغنيه القبائليه؟ بوكو بلوس فاميليال. بوتيتر حنا ما عندناش امكانيات باش لا فامي تروح تخرج باش تسمع الاغنيه القبائليه. هل تعتقد انه امكانيات فقط ولا جو بونس امكانيات أخرى. امكانيات دوكا اون فامي ما تروحش وين يبروغراميو لي سواري، ما عندناش هذه 12 نتاع الليل اون فامي تخرج تمشي في الطريق باش تروح للبلاصه وتولي للدار، يعني غير الشباب اللي تسمح لهم الفرصه. نعم، بالتكلم عن الشباب ندخلوا ندخلوا في لا سيكوريتي باغ اكزومبل. ايضا لا سيكوريتي باسكو ما كاينش واحد يخلي فاميلتو تروح تخرج وحدها باش تروح تشوف ان سبيكتاكل وتولي. او كونترير الشباب يقدر يروحوا، صافي الشباب واش يسمعوا الاغنيه الراياويه بوكو بلوس. يعني بتكلم عن الشباب فيصل، لاحظنا هذه الايام وجود موجه، ظهور موجه من الفن الراياوي الذي استطاع يعني بحجم كبير ان يجرب قدر اكبر قدر ممكن من المتابعين، ودوك كنا نتكلموا عليها. هل تعتقد انه هذا الشيء ساهم في محو ان صح التعبير الاغنيه القبائليه؟ لا الحمد لله، يعني هذوك اللي داروا الموجه كاين داروا الموجه وداروا لي سيدي مليون دو فيو سور انترنت، مي جو بونس با باسكو الحاجه المليحه تقعد افيك لو طو، هذيك تولي ديمودي. دايور انا بيرسونالمون ما نسمعهمش، كي لوكا ما تكونش اون شونسون باغ اكزومبل، اون شونسون مخدومه في ستوديو بلي زارونجمون، كل واحد خدم عمل ديالو داخل ستوديو، ما نقدرش نسمعها، كذب عليك. نعم، كل واحد يقعد عنده ذوقه الخاص. اكزاكتومون، كي تكون الاغنيه صافيه 100% ميوزيكال، ميم سي ما سمعتهاش اليوم، تسمعها العام الجاي. يلقوها الاجيال. نعم، في الاخير فيصل، انت تحضر لمولود فني جديد، هل بامكانك ان تتحدثنا عنه اكثر؟ ان شاء الله، راه جو سوي اون بريباراسيون، راني بريباري في البوم فيه 11 من اغنيه في الطابع توجو القبائلي لو جور عراسي. يعني كاين دي شونس وخدمتهم ديجا في 2007 2008، راني نعاود فيهم بلي سونوريتي جدد بلي زارونجمون جدد، ان شاء الله هي مواضيع مختلفه، مواضيع شبابيه تراثيه، ان شاء الله يكون يعجبهم. ان شاء الله. اين يتم تصوير اهم الملحنين ولا اهم الفنانين اللي تعاملت معهم في هذا المولود الفني الجديد؟ يعني اخترت دي شونسون اللي كتبتهم انا، اللي لحنتهم انا، باسكو في لي زاني بريسيدونت باغ اكزومبل كل ما نكتب كاين لي شونسون اللي نكتبهم انا، وكاين اللي يكتبهم لي الناس واحد اخرين، ومن بعد لا شونسون اللي تولي تبان سي لا شونسون اللي نكتبها واللي نلحنها، ما على باليش علاش. بوتيتر هذه باسكو نأديها بيان، باسكو انا خرجت من قلبي. فوالا صافي، هاد الخطره خيرت لي شونسون اللي كتبتهم واللي لحنتهم، والتصوير يكون في لاكابيلي، نحب توجور في التصوير، ميم سي نغني اغنيه معاصره نتاع هاد الوقت، بصح ندير لي زيماج القدم القدم نتاع نروح نحوس على الديور القدم اللي تبنوا بالتراب بالحجر، واللبسه ثاني قديمه لي زون قبائليه. اكزاكتومون. نتمنى لك التوفيق فيصل الحاجي في هذا المولود الفني الجديد، المزيد من النجاحات ايضا في هذا النوع من الفنون.
نعم مشاهدينا نستمر.